قال مسلحون في مدينة عدن اليمنية إنهم احتجزوا ضابطين من الحرس الثوري الإيراني كانا يقدمان المشورة للحوثيين أثناء القتال مساء الجمعة. وقالت ثلاثة مصادر في الفصائل المحلية المناوئة للحوثيين في المدينة إن أحد الضابطين يحمل رتبة عقيد بينما يحمل الآخر رتبة نقيب، وإنهما اعتقلا في منطقتين منفصلتين تشهدان اشتباكات عنيفة. وقال أحد المصادر الثلاثة إن التحقيق الأولي كشف أن الضابطين الإيرانيين ينتميان لفيلق القدس، وأنهما يعملان مستشارين للحوثيين، وأنهما وضعا في مكان آمن وسيسلمان إلى قادة عاصفة الحزم للتعامل معهما. وتنفي طهران تقديم أي دعم عسكري للحوثيين الذين أدى تقدمهم جنوبا بعد السيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء إلى بدء ضربات جوية بقيادة السعودية في حملة عاصفة الحزم. هذا واستمرت الاشتباكات بين المقاتلين الموالين للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي والمسلحين الحوثيين في أحياء عدن السبت، فيما وجه التحالف الذي تقوده السعودية ضربات جوية مكثفة على أهداف عسكرية في العاصمة صنعاء. وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن أحمد العسيري إن التحالف شن نحو 1200 هجمة جوية في اليمن منذ بدء العمليات، وإن التحالف لديه أدلة على وجود إيرانيين بين المقاتلين الحوثيين. نحن نعلم ولدينا من الأدلة شيء الكافي أن من يدرب ويمول ويدعم هذه الميليشيات هي الحكومة الإيرانية والميليشيات التابعة لها مثل حزب الله، ولذلك تواجدهم بين المقاتلين التابعين لميليشيات الحوثية أمر غير مستبعد. وتقول الأمم المتحدة إن الصراع المسلح في اليمن أسفر عن مقتل 600 شخص وإصابة 2200 آخرين ونزوح نحو 100 ألف شخص حتى الآن. محمد مجدي، رويترز.